شلومو حزوي رحيمي، واهلا وسهلا فيكم على حلقه جديده كمان من لبنان ووين المشكله. الليله مع الاسف معنا باسكال ناقصه معنا اليوم لاسباب صحيه، نتمنى لها الشفاء العاجل، وبنقول لها ما تعيط كثير بارضيه الجمعه لحتى تكوني معنا جاهزه يوم الثلاثاء مرت الجاي، وان شاء الله اشوفك الثلاثاء الجاي تكوني معنا. هذه اول شيء لنبلش فيها. اما نحن اليوم حلقتنا رح تكون تكمله لحلقه اللي كانت مرت الماضي، ولكن مع شويه يعني فرق، لانه اجانا كثير تليفونات واجانا كثير انتقادات واجانا كثير كذا، كله هيدا بدنا نطلب من العالم اللي بده ينتقدونا، لانه اللي تبين واللي واضح كان انه في ناس عم ينتقدوا مش حاضرين الحلقه، كانوا اجاهم اخبار وسمعوا من فلان وفلان قال لهم وهن حسوا هيك وهن فكروا هيك، لدرجه انه وصلوا لتحاليل ووصلوا لمواصيل ما حدا منا لا جاب سيرتها لا من قريب ولا من بعيد. فبنتمنى على اللي بدهم يتابعونا، نحن مبسوطين كثير انه في كثير ناس عم بيتابعونا وهالمستوى الحلو والعالي من الناس اللي عم بيتابعونا، ولكن يكونوا واعيين ومنطقيين ويقبلوا كل شيء اسمه علم، لانه هذا العلم بفيد الكل، والعلم جاي من بعد من 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 ناس اشتغلوا كثير على موضوع معين وتعبوا ليوصلوا لحقيقه اللي بدهم يوصلنا اياها. فالحقيقه نحن رح نعرضها لانه هيدي واجباتنا، ما بدنا بكفينا الوف السنين من التضليل، نحن رح نوصل للحقيقه. ولكن اذا في ناس حابين يشاركونا بمواضيع اللي نحن عم نطرحها بطريقه كثير علميه، يا اهلا وسهلا فيهم، نحن مستعدين لكل كلام اللي بينقال هون، بنجيب له الوثائق تبعوا له، ومنصر على انه نحن اللي عم نقوله مش بنتشبث انه هيدا المزبوط وما في غيره مزبوط، لا، ولكن نحن بنصر انه مصادرنا هي مصادر يتكل عليها لما نطلع نقدم معلومات مثل هاي. واكيد بالاجمال والهدف من هالبرنامج هيدا انه في ناس فهمونا انه نحن عم نميز بين السريان والموارنة، لا، نحن ما عم نميز ولا ممكن نميز بين السريان والموارنة، لانه نحن بنعرف انه نحن شعب واحد، مش اصولنا وحدة، لا، نحن لليوم بعدنا شعب واحد، وكل واحد عنده يمكن اتجاهه الكنسي او الطائفي او هذا، ولكن نحن كشعب نحن شعب واحد، فما ممكن نختلف وما ممكن نحن نخلق هالشرخ هيدا، واكيد مش من اهدافنا ولا اللي نحن عم نعمله هو هيدا. ولا شو رأيك توني اليوم؟ 100% من بعض أول شيء بنقول أهلا وسهلا فيكم للمتفرجين الكرام، وبأكد أنا كمان ملفون بيير على الشيء اللي قلته، والانتقادات اللي وصلت يعني كانت نحن افتتحنا قلبنا وحديثنا كله بالبداية لنقول للعالم أنه نحن مستعدين نستقبل كل الانتقادات اللي بتفيد. طبعا نحن عنا معلوماتنا وعنا مكانتنا على الأرض وعنا تاريخنا وعنا المراجع اللي عم تحكي عنا، كمان نستقبل كل الانتقادات بكل روح رياضية، بس تكون يعني انتقادات مبنية على شيء أسس نحن عم نحكي فيها. يعني مش مثل ما هلا تفضلت قلت أنه ناس خبروا فلان وفلان سمع فلان أنه نحن حكينا بمواضيع هاي، لا، كل الانتقادات نحن ناخذها بعين الاعتبار ونحترم كل نقد بيجينا، لأنه لو ما العالم تنتقدنا يعني بيحبونا العالم كل ما هيك عم ينتقدونا. طبعا من بدون شك. انا بدي بلش الحلقه اليوم بس هيك بكلمتين او جملتين من غنيه، يا ريت هالغنيه تنزل عند كل شخص منا ونستوعب كلماتها، لانه الاشخاص اللي كتبوا هاي الغنيه اشخاص كانوا من المناضلين الاول بلبنان، وكلمات هالغنيه ألفتها كان اللجان الشعبية المسيحية بهذاك الوقت، هني عم يشتغلوا على تجيش الصف المسيحي. بتقول الكلمات تبع للغنية هيك: إلنا ما خصوا الله عند الأوطان، ما الكل بنعبد الله جمهر لبنان، وبعدنا ما اكتشفنا إنه لاثنين، ولو كنا بنعبد الله ما نحن اثنين. بهالكلمات حنكمل تقريبا المقاطع تبع الغنية بعدين، بس بهالكلمات انا بحب افتتح هيدي الحلقه تبعنا لنرجي انه لبنان مسيحيا نحن بنعبده للبنان، وما ولا مره بنطال لا الموارنه ولا السريان ولا العالم كله، لانه كل هدفنا من الموضوع كله سوا لم الشمل وتوضيح الهويه تبع الاصليه تبع الوطن. اوكي، اكثر من هيك
شو اسمه بترك لك الكلمة مرفونة فيها لحتى لا نسلم على ضيوفنا. بدي عقب على اللي كمان قلته انه لو كنا بنعبد الله ما نحن اثنين مش عم نحكي عن الموهنة والسبيان. لا 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 طبعا عم نحكي عن اثنين بيعبدوا الله كل واحد بيعبد على طريقته. صح. هو يعني نحن عم نحكي عن الشعب المسيحي السرياني الارامي بلبنان والشعب العربي المسلم. هيدا وكمان هيدا ما بيقول انه نحن اذا كنا شعبين معناتها لازم نتخانق او لازم نتقاتل او لازم ندبح بعضنا. بالعكس نحن اذا بنعتبر حالنا راقيين واصحاب حضارة نحن ما علينا الا انه نتفق مع بعضنا لحتى نقدر نأمن مستقبل لكل الشرق مش بس للبنان يعني. وهذا اللي رح نشتغل عليه. الحضارة بدنا نضل نستمر فيها حضارة الحضارة المسيحية اللي هي محبة وتفاهم. ونستقبل ضيوفنا طبعا هيك؟ طبعا تفضل. اهلا وسهلا فيكم دكتور اسعد. دكتور جوزيف تعودنا عليكم. المواضيع اللي عم نحكي فيها مواضيع كتير مهمة. الحلقة مثل ما قال مرفون بيير هي تكملة لانه حلقة الماضي هي كانت مثل بداية عم نجيب نحن كل شيء مثل باسل عم نجيب قطعة من هون قطعة من هون لحتى نركبه. الحلقة هي هلا لنكمل الحديث اللي بلشنا فيه حلقة الماضي ونوضح اكتر بالعمق التاريخ اللي كنا عم نحكي فيه مرة الماضي. وبالنسبة للدكتور جوزيف معنا اليوم 15 نيسان بس عندنا مواضيع كتيرة بتستحق التوضيح كرمال هيك يعني وجودك أكيد حيكون مفيد أكثر لبعض الأمور اللي حنقدر نوضحها اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور أسعد بشكركم على البروغرام اللي راح يصير الليلة واللي صار المرة الماضية كمان ونتمنى أنه يكون بروغرام كويس ومفيد للجمهور وبيتعلموا منه شيء بشكل علمي وبشكل بيكون له بعد قومي كمان بيقرب الناس لبعضهم وبيقرب الأشقاء والأولاد العمام كمان بيقربهم لبعض بنظرة توحيدية وتوجه واحد للمستقبل. صح صح. دكتور جوزيف عندك شي كلمة هيك بالبداية قبل ما بالبداية الهيئة أنه البرنامج محبوب حتى العالم عم بتعبر عن رأيه. لو ما محبوب البرنامج كان كنا ما سمعنا شيء كانوا العالم راح يناموا بهالوقت أو يحضروا غير شيء. فالهيئة أنه برنامجكم لا موفق وعنده شعبية فلا قدام. احنا هدفنا من البرنامج كمان أنه معلش توضيح كمان شوية زيادة قبل ما نبلش نفوت بالغمق بالمواضيع انه اذا نحن بدنا نحكي اللي العالم بس العالم بيحبوا يسمعوه يمكن شيء ولكن اذا نحن بدنا نحكي نطلع حقائق لحتى نعالجها وتصير العالم تحبها لو ما كانت بتحبها بعد بيكون عملنا شيء يعني. والا بضلوا العالم يسمعوا اللي بيحبوه. نحن بدنا نطلع شيء حتى اللي بيكرهوه لنعالجه لانه بس تعالجه بيصيروا يحبوه. مزبوط. هيك بنصير نحب تاريخنا اكثر لحتى نقدر نامن مستقبل احسن. هذه كانت الفكرة. بقى رح تتوجه لك دكتور أسعد. نحن بنعرف أنه لبنان ولما نحكي لبنان بنقول موارنة وموارنة يعني لبنان. هذه ما حدا بتجزأ عن الثاني يعني هذه أكيدة. ولكن مرقوا بمراحل متعددة. في مراحل كانت كتير منيحة على لبنان وعلى الموارنة وفي مراحل كانت شوي صعبة. فحضرتك إذا بدك تقسم التاريخ تبع الموارنة أنه نشأتهم ولا بعدين تطورهم في شيء نقطة محددة بالتاريخ مفصل بيفصل الموارنة بيغير لهم وضعهم من شيء لشيء. يعني مثل ما تفضلت انه لبنان والموارنة يعني توأمين فينا نقول انه ولدوا مع بعضهم يعني ما فينا نفصلهم من بعض. وتاريخ الطائفة المارونية بلبنان يعني ببدايات الطائفة هاي طبعا انه في رهبان بالاول وفي رهبان على دير مارمارون وفي أكثر من دير كمان نشأ أساميهم مذكورين بالتاريخ أكثر من دير اسمهم دير مارمارون. لكن في مفصل مهم هو مجيء الصليبيين للشرق حوالي سنة 1098 تقريبا وصولهم للبنان. يعني المؤرخين الصليبيين في ويليام الصوري عم يقول أنه لما جينا للبنان جو السريان واتصلوا فينا وعم يعرضوا عليهم خدمات والسريان طبعا كان بيقصد فيهم الموارنة. هون بيصير الاحتكاك بين سريان لبنان اللي هن الموارنة وبين الغرب الصليبي. هاي نقطة كتير مهمة. هي من هون بلش تاريخ الموارنة بنعرف بيتدون
وبينعرف